وش عجب قاطع بيا يا راحة النفسية يا والله الأغاني العربية صعبة، الإنجليزي أسهل. إيش إيش هذا يا عمي؟ شو هذا الوزير اللي كيكبي؟ إيش هالفخامة؟ يلا بب هذا تلفون، فكرت ما كنت حلاكة كنت بشفه. يا سلام يا سلام سلم أوبا أوبا أوبا، جربين نسوان، أنا فكرت إن كمامة. أوبا أوبا كلام حمرة يا عيني، نسوان نسوان، عطر 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 نسوان، أنا فكرته عصير حبيبات منيح ما شربته. الله الله والله نياله يا عمي، هذا كان فتح محل كوزمتكس الوزير اللي قبلي. هاي التليفون برين، هذه مرتي. سوسن ها حبيبتي في الوزارة يا حبيبتي، هلا جيت أنا. بيسبوا علي على الفيسبوك يا أختي، سبوا أنا لسه هلا قعدت في الوزارة، هلا وصلت ما سخنتي شيء. طب خليهم يسبوا يا أختي، بيحكوا حرامي أنا الحق تسرق، هم يعطوني فرصة والله أسرق الأخضر واليابس، أصبري علي. طيب أنا جوزت السكرتيرة ما شفتهاش، ولي ولي ما شفتهاش للسكرتيرة تتجوزها. يا ستي احرضي، خليهم يحكوا عني انا حقير يا ستي، يسبوا علي. يلا احرض روحي عند اهلك، الله يسهل عليكي. الامانه انها جننتنا. صباح الخير، ما عليك نورت الوزاره. اهلين، صباح النور، اهلا وسهلا. على فكره توب سايدر حلو تاعك. هذا بليزر ما عليك. هو البليزر. شو اسم حضرتك؟ انا لولو. اسمعي لولو، انا فيش عندي لولو وفوفو ومومو، انا مش زي الوزراء بتجوز السكرتيرات يا حبيبتي، انا ما عنديش هالحكي هذا. لا هذا مش حيطول بالوزاره. حكيتي شيء حضرتك؟ لا ما عليك، بس انا كنت حابه احكي معك في موضوع هيك على جنب لو سمحت. طيب مش مشكله، بدك نطلع الليله نخلع لنا راسين ارجلي واحكي بدك اياه، انا انسان منفتح لولو، ما عنديش الاشياء هذه. بدنا نحكي بشغل احنا، ما عليك. بصير، ليش لا؟ في مشروع كان موقع عليه الوزير اللي قبلك بخصوص دوار البرميل، احنا بدنا نقيم البرميل هذا ونحط محله دوار، والمهندس هيو عم بستناك عشان يفرجيك المخططات. بصير، بس اسمع لولو، انا عن جد مش زي باك الوزراء بتجوز السكرتيره، هذه النقطه لازم تكون واضحه بيني وبينك. اي فهمنا ما عليك، هيو بستناك المهندس. طب ماشي. انت بتفحجي فحجي لولو، بس خففي فحجتك شوي. كما تشاهد معاليك وحضرة الأخت موميا. لميا لميا. احكي لك موميا، ما سموك لوبيا، اقطع شرك محلاكي. اكمل. حضرتنا استنبطنا طرق مستجدة في تطوير وتطويع وتحديث كافة الإرهاصات البنيوية من أجل النهوض في البنية التحتية بالبلدة. احكي عربي، تحكيش في الصحة، احكي عربي يعني. شوف ما عليك يا الحبيب أبغاني. سعد قلبك أبغاني الحبيب. نقدر نقيم البرميل ونقدر نعمل جسر معلق، يعني في عندك جسور معلقة مثلا، في عندك مثلا هذا الجسر، جسر في نيكاراغوا في أمريكا الجنوبية. نيكاراغوا. نيكاراغوا وين؟ في أمريكا الجنوبية. ممتاز، من رجلي إذا أنت مهندس. اكمل. وفي عندك يا سيدي العزيز كمان جسر في كندا اسمه كابالو، أيوه 40 كيلومتر معلق على سلكين. ويا أخوي هذول الجسور اللي إذا جبتهم وين نعلقهم؟ وين ما تعلقوا يا سيدي، شوفوا وين بدك تعلقوا يعني. نعلقهم وين ما تعلقهم؟ أعلقهم في ركبتي، ولا من مرة بنجيب بوكلتين ونعلقهم باللجنة. يا حبيبي إحنا كل ميزانيتنا 10,000 دولار، بتجيب حرجرين وبتصفهم دوار وبتليسهم طينة وبتصب حوالين وبتحط لي نخلة في النص، وهي صار دوار، هذا اللي بدنا إياه. كم يوم بدك عليها العملية؟ 5 أيام بكون مسلمك أبو هاني، راح أسلمك شغل أغفل. أجل وزير، أجل وزير. أنا مو وزير، طب من الوزير؟ أنا تصور شكله تعديل وزاري، قرار من فوق. استنى يا لوبيا، يا لوبيا لوبيا، شو بسوي عندك حبيبي؟ أنا الوزير. أنا وزير يا زلمة، أنا الوزير، أنت وزير إيش؟ وزير الاتصالات والتموين. وأنا وزير الأشغال الشاقة العامة. إيش؟ هذا محلي يا زلمة، شو بتسوي أنت؟ يا زلمة أنا شو دخلني؟ السايق نزلني هون وقال لي خش على مكتبك. يعني السايق لو نزلك في مقبرة بتضلك نازل يا زلمة؟ قوم يا زلمة، قوم ميت قدامك، محلي قاعد يا أخوي، هذه وزارتي،
يا خرب بيتك فكرت في قرار من فوق، قلت راح ابو الوزير طار. اسمعوا جيبوا لي كفل اربطوا الكرسي في رجلي، تلعس رجلي ما يدخل دمه. الوزير موتني خوف. يا زلمه زي حالك دغري دغري خليها يا زلمه دغري على الكاميرا هاي يا زلمه جوا هان ايوه خليك زي ما انت زي ما انت خليك فاصل زي ما انت خليك فاصل لك اسبوع بس هيك بتسوي شو بتسوي دخيلك انا نفسي افهم يلعن عرضه هالدوار يا زلمه جيب لي البرميل وحط لي حجرين ورا حواليه وحط خلط خبيزه ما بديش نخله بس خلصونا جايب لي اثنين بطواري يا زلمه شو بتسوي لك شهر بس هيك شو بتسوي يا زلمه مالك علينا شو مالك علينا لسه في بنيه تحتيه ومجاري مالك انا بنيه تحتيه جايبين لي كوع اثنين اذا بنسهله والله ما اصبعي بنزلش منه هذه هي البنيه التحتيه معك يومين بتخلصني يومين يومين هذا انجن الزلمه يومين معك بس زي ما قلت لك هذا عمر فكرني ولك ما طلعتش ولك ما طلعتش يا زلمة والله خسارة فيك الأكل شايفها بإيدي وبتتفرج تشرك منك تعال حطها جاي حطها جاي في النص في النص يا زلمة في النص طلع لي على الكاميرا غاد هون كنت جننوني انتو هذا اللي شاطر فيه بس تطعج بس تطعج مش الاسبوع الماضي زفتت ليش رجعت البرميل وتشتغل كمان مرة هم اي نعم زفتنا بس رجعنا حفرنا عشان المناهل يا معالي الوزير عشان شو؟ مناهل هذه مناهل؟ طب هذه ابني عبد الله اذا سواها فيها بنزلش اسوي لك هلا ببي وتشوف لها بتنزلش ليش البرميل رجعته؟ عشان المقاسات معاليك اسمع انا مش وزير انا حبتي انا اصغر انا خاوة انا بندوق جيب لي البرميل خلص يا معاليك من غيره بنجيب غيره بدي اشاور العيال بدي اشاور البرميل بدي اشاور العيال ولا بدي اشاور البرميل بدي اشاور العيال بس بنطلوني كمان واقفوا وانطلعين وانطلعين يا شباب خذوني معكم مزع البنطلون اقسم بالله عن جد مش تمثيل مزع البنطلون احرق كل نقابة المهندسين انا اللي بربيهم انا بفرجيك صبري يا عمي هذه مش تلفون هذه شفرة احلاف انا متاكد انا متاكد مالك اشهد بصير تهدى شوي شوفي يا لوميا يا بنت لوميا لوميا خلص سكينه شو هالاسم الصعب اللي مسمينك اياه ايش في مالك ما حدش طايقك على الفيسبوك الكل عم بيسب عليك عشان دوار البرميل هاد بسيطه واتصل معنا مكتب رئيس الوزراء رئيس الوزراء حب يشوفك ببيته مش بالمكتب اذا ببيته معناته بده يمسح الارض فيه لو في المكتب عادي رني لي على المهندس رني لي على المهندس لما انا هذا اللي كنت خايف احكي لك اياه المهندس صبري سرق مصاري المشروع وشلف جاهزين للسايح السايق اللي هو شو هاد مالك شو في شو هاد شو هاد انا بقول مالك لاني فكرت بنفس خلي لك اياها اطلع اطلع انا معني اطلع بحضن اطلع افقد اطلع حاضر حاضر شوفي 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 معنيك شوفي اطلع اطلع
شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ قلبي شو اللي صار؟ حيو امسك مليح وتنسى في الوقت، امسك مليح وتنسك في الوقت، تنسى ليسك الأشغال. يا عمي هذه مش تلفون، هذه ماكنة إحلاكة، بقص صورتي إذا ما هي ماكنة إحلاكة. شاهين يا شاهين. شاهين حاف، معناته اللي توقعته صار بالضبط، صار تعديل وزاري. الله يعطيك العافية، تفضل. رحنا في حون صنعدل، هلا تقاعد من الدار، روح دوب لنا لبن وكبلي زبالة وانت مروح. اسمع يا لوميا، هذا الجربان للوزير اللي بيجي بعدي، ماشي؟ يلا لم اغراضك واطلع. هو في اغراضي يلا، هو في اغراضي حصرة، في شي غير هالبرمي؟ وهاد يا لوميا الو. لا والله يا حبيبي، نمرة غلط بالصالون عفاف. الو يا زلمة، مش صالون عفاف يا زلمة، هلكتني، مش صالون عفاف بنحكي لك. ايه الو يا زلمة، انت بدك تسلمني؟ بنقول لك مش صالون عفاف، لك من امبارح مسلمني صالون عفاف، صالون عفاف يا زلمة، مش صالون عفاف. تتصل من برايفت والله يلمسح فيك الارض، تفكرني مش راح اعرفك؟ رقمك طلع عندي على فكرة. رفعت افندي. ثابت افندي. رفعت افندي. ثابت افندي. رفعت افندي. يا زلمة احكي، شو في؟ تليفون برن سيدي. يا زلمة دشرة يا اخوي، هذا تبع صالون عفاف من امبارح مسلمني، شو في؟ رفعت افندي. ثابت افندي، شو في يا زلمة؟ هلكتني، شو في؟ بقولوا ان العميد ابو شنب جاي على المنطقة، بدي يستلم المركز. العميد ابو شنب بحاله؟ نعم رفعت افندي. بتعرف يا ثابت افندي؟ هذا العميد ابو شنب بقولوا عنه وحش. يا زلمة بوكلش الحياة يني. رفعت افندي. يا زلمة خلص يا ثابت افندي، روح شوف الافندية وبدنا نشوف له طبور. رفعت افندي. يا زلمة خلص، روح اصرف. هلكتني برفعت افندي، رفعت افندي والله لمسح في كرامتك الارض. حاضر سيدي، علي النعمه يا سيدي اني انا واقف ومؤدي لك التحيه. ماشي سيدي. طابور 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 طابور، بسرعه اركض اركض طابور، ماشي اركض طابور طابور، وركض مشي على الطابور. استراح، استعد، طابور جاهز للتفتيش سيدي. عجبتني هذه حركه الحيه، باركينج على اليمين شوي. ثابت عسكري. نعم سيدي. ثابت عسكري. نعم سيدي. خلاص روح، روح الحمام، روح الحمام. حاضر سيدي. وحياة شواربي، ما أرحم اللي بتعدى على القانون.
وحياة شوارب ستي في قبرها، لا في وسطه ولا في غيره. إذا شفتوا حد تعدى على القانون وأنا أبو شنب موجود، والله أعطيكوا شنب تلعبوا فيه الحبلة، تعملوه بردعي. رفعت أفندي. مفهوم سيدي. نعم سيدي. كيف عرفت اسمي سيدي؟ أنا بعرف الدجاجة مين دجاجة، والباطة مين باطة، والكبسة مين كبسها، والمقلل مين خلله، والزهرة مين كلاها. وشو رأيك نعملها برنامج شيف طبيخ؟ واحد شواربي ما تضل ساعة عندي. ثابت يا عسكري. طلعته من الطابور سيدي أنت. يا عمي ثابت يعني استعد يا عسكري، استعد. ثابت يا عسكري. أين هان سيدي؟ لا حول الله، خلص روحوا بعدين بنرجع، روحوا. يا أختي اطلعي اطلعي. اطلعي. طب شوفي إياها طالعة. يا أختي طالعة والله تريلا بتعدي، اطلعي. يا شاب مش ظابطه معي، تعال طلع لي اياها. اول شيء انا مش شاب يا اختي، مش شايفيتني لابس ملابس شرطه؟ انا عسكري، اسمي الملازم رفعت. انت معك رخصه؟ معي رخصه جوزي. رخص مين اختي؟ رخصه جوزي. حلو، رخصه جوزك. ها قدامي على المغفر. يلا ليش ان شاء الله؟ شو ليش ان شاء الله؟ ليش ان شاء الله؟ شو ليش ان شاء الله؟ انت اول شيء مخالف القانون، ثاني شيء مش عارف سوقي، ثالث شيء من تحلى شخصيه جوزك، رابع شيء بدي اخلي العميد ابو شنب يمسح فيك الارض. شو طبخين اليوم في المركز؟ مقلوبة سيدي. لا أنا بديش مقلوبة، خليهم يسوي لي صينية حرادين مع بطاطا وشوربة الضفادع. حاضر سيدي. هلا. مين هذا سيدي؟ هذا الكهربجي. شو بسوي جوا؟ صيد حمام شكله. هذا المركز مسكون زي ما أنا شايفكم. خلص الغوا التحية، بتدخل بتقولوا هاي ومش هاي. خلي سيدي عندك، خلي سيدي عندك. ظبط البلا. سيدي لقيت القبض على سيدي بالسوق برخصة جوزها سيدي. حياة شنبي لا افرمها، تحت اخرج. ما هي في الخارج. تحت ادخل. حاضر سيدي. روح سوي لي شوربة شعر بنات. حاضر سيدي. مرحبا. اهلين. كيفك؟ مشتاق لك، يا اهلا وسهلا، تفضلي ارتاحي. ثانك يو. شو يا استاذه؟ يعني بصير الواحد يسوق على رخصة امه؟ يعني انا اطلع بسياره ماما واسوق على رخصتها؟ بزبط هالحكي؟ انا ما رح احكي شيء، بس بدي احكي تليفون صغير بعد اذنك. تفضلي، بس فيش كرت. لا موبايلي. قدره. الو، صرت بالمركز؟ يلا تمام، هيني عند الشباب جوا. مين هالحلو اللي صار في المركز؟ صار واصل الحلو؟ يا سلام الحلو. السيد وزير الداخلية الحلو حليان يا سيدي، منور يا سيدي. شو يا ابو شنب، الاخت معهاش رخصة، تعطيها مخالفة يا سيدي. اعطيها مخالفة وخليها تسهل. سيدي انا صرت حلف على شنبي انه نضلها السيارة محجوزة وهي في النظارة. بقول لك يا ابو شنب خليها تروح. اسد اسد خليك اسد. كيف عجبتك؟ هلا ببلش ارقص سيدي. عاد شنبي اذا بتروح لا اعمل شنبي من كيت وسجاد. طيب بنشوف مين اللي بده يعمله مكيف. احتق والله انك اسد اسد يا ابو شنب. عجبتك؟ لسه ما شفت جسمي. طب بدي احكي كمان تليفون. احكي يا اختي احكي، خذي راحتك. الو، يعني انت بالمركز؟ طب يلا انا جوا عند الشباب. عند الشباب؟ ما احنا بنلعب باسكت بالنادي، نادي بزنس. السيد معالي عطوفة رئيس الحكومة. مين ابو شنب؟ وفي حدا مركب ديل تيس غير يا سيدي؟ تفضل انا موجود، انا ابو شنب. وبعدين يا ابو شنب، اختنا معترفة انها غلطانة وجوزها زلمة محترم ومنعرفنا، خليك لين مع الناس، خلص خالفها وروحها. سيد الاستاذ غلطاني، وانا حلفت على شنبي ومش حلو اسوي شنبي لاولادي، اسوي موكيتي يدعسوا عليه ويسوي مزبله. شكلك بدك تغلبنا، بدي اشوف شواربك وين بدهم يودوك. ان شاء الله بودينا على خرطوم انا وياك. تفضل تفضل تفضلوا. وين كان يا سيدي؟ وين كان؟ كنت اغير بريكات. طب لو سمحت بدي احكي اخر تليفون. يا اختي ما تنش حدا تحكي معك تلفون، ما تنش لو سمحت اخر تليفون. طب احكي. الو، حضرتكم صرتوا بالمركز يعني؟
طب تمام انا جوا عند الشباب. تمام عندي شباب عيون يعني فوق 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 بدي يجي هون فوق فوق يجينا قالي شباب اي الفوق فوق بحاله سيعرف خمتك. انا وسهلا يا سيدي نورت. بعدين معك يا ابو شنب البنت من معارفنا وزوجها محترم ومن معارفنا بهدلتها يا اخي. اجاك الوزير اجاك رئيس الوزراء انك تستوعب على الفاضي فخامتك. انا عشان حلفت على شواربي قلت بلاش اسويهن موكيت لاولاد يدعسوا عليه. بس انا بوعدك فخامتك والله لا اعمل شواربي دعاسه على باب البيت يدعس عليها اللي رايح والجاي. اقول له والله لا اخلع يا شواربي احطهن في المزبله. فخامتك حكيت له انه ببالغ كثير بس ما رد علي. استناني على الترويحه. بس انت تفضلي يا اختي هاي الشباب بوصلوك. تفضلي يا امر. تفضلي يا اختي. ابو شنب يعطيك العافيه. تفضلي حبيبي تفضلي تفضلي تفضل تفضل تفضلوا يا زلمه تفضلوا. خليهم يجهزوا لي شوربة كنادر. احلى شوربة كنادر يا سيدي. انا هيني في الخزانه اذا حد سائل عني. اه جيبوا لي شوربة. انا حط الكاسان ولا الحاجز ولا افتح الحاجز للاخت يا ابو شنب. تحكي ليش ابو شنب سيدي؟ احكوا لي ابو بزكه احلى. طيب ابو بزكه شوف الاخت معها رخصه ولا لا؟ اعوذ بالله انساني ما ضلش شيء احلكه. شو ده؟ خليها على الله. طيب افتح الحاجز. خلع الحاجز ربحت فيك. جعود لك عدر بجعود. جعود؟ ليش بحكوا جعود مش يقعود؟ يا سميرة! أيوة معليك. ولا هذا كان تحت الكنبة ما لحقت شنادي. شو يا سميرة؟ بدنا نشتغل الوزارة ميتي يدي بزناري قرار من عايش هتسوي. أنزلك سيارة على موقع ونصورك؟ لا 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 انسيني من زيارات المواقع. شو رايك اطلع لايف على الفيسبوك وحشت على الناس واخرط؟ ايه هذه اللايف تبعك والفيسبوك خلص انحرقت بعدين كل الناس بالكومنتات بتسب عليك. طيب خلاص نديلي سلامك. انا بلدي سلامي يا سلامي سلامي يا زميل. شو مالك يا اخوي تمشي زي البطل حبله؟ مالك تمشي من كفاك؟ عادي يا باشا. هذا عادي كفاك ماشي يا طاعج. انا بقول لك شو المشكله. انا في الوزاره كلكم في الوزاره بتمشوا من كفاكم. انا بقول لك ليش. كيف شو بصير مع الواحد لما تشبك الزر تاع الجاكيت تشبكه صح؟ خاصة مع الكون درى ام السفينة اللي هالكدة بتصير هيك تمشي. شايف كيف؟ بتكون طاعج وانت مش داري. فك الزر. ها شايف؟ ولا احلى من هذا. امشي شوف اشبك الزر امشي. مشبوك يا محمد. امشي امشي هيك طاعج طاعج امشي امشي بس طاعج. ها امشي امشي طاعج امشي. شايف طاعج؟ فك الزر هالكيت امشي عاد اشوف. شايف هيك زي الحمار ماشي ما شاء الله عليك ما احلى مشيتك بتجنن. تفضل هان سميرة احكي مرحبا كيف حالك. مرحبا كيف حالك. فك الزر احكي مرحبا كيف حالك. شفتي صوتك كثير طبيعي. هلا المشكله عندنا في النسوان هن ما بيمول يعني ما بيزاكي زورهن. هن من الكبسة بتزرر الزر هيك بس اي ربيحة شو طابخ اليوم. هلا لو تفك الزر. اه ربيحة شو طابخة اليوم. عادي كل الوزارة كلها ممنوع حدا يحط اللي الزر ممنوع حدا يمشي من كفاء بس الوزير اللي بشبك الزر. هلا بلش الشغل تفضلوا. عفوا يا باشا يعني شو هالموضوع المهم جايبني عليه؟ افتح الزر سكر الزر وقفى وصوتك مبحوح. زلمه انا وكيل وزاره قد الدنيا بهدلتني قدام السكرتيره. اسمها سلامه بدي اياك تنزل على الشارع وتلوك لي ايدك وثمك لعوج وتنزل تشحد. زلمه واحد الله يا زلمه. بدي تنزل تشحد بدي اشوف هدول الشحادين قديش بيطلعوا لان انا سمعت في ناس بيشتغلوا هذا الشغل بزنس وبيطلعوا مصاري وما مش محتاجين. انزل على الشارع وشوف. وكيل وزارة قد الدنيا بدك اياني انزل اشحت بالشارع؟ ما حدش رح يعرفك ما انت متخفي.
انت بس افتح الزر احسن لك، انا عارف عليش بترسمي، انت كنت تقعدي محلي صح؟ سلامة، تنساش انا يمكن اصير رئيس وزراء ويمكن صرت وانا معيش خبر، بكره بصير رئيس وزراء وبحطك محلي وسميره بتنحط محلك وبصير كنا محل بعض وكنا بنلعب في نفس الحاره. تعرف شو اللي بحبه فيك يا معلم؟ مخك ورسمك، انا جاهز، مخك نظيف نظيف نظيف. ايوه بلش يسرق جملي، شغل نظيف نظيف هذا لي سنه شغال عليها. مش بكفي اعطيناك اخبرهم يا صلاح؟ ايش يا معلم؟ سلامتك، سلامتك. انا جاهز انتشر في الشوارع يا معلم. شايف؟ هيك طاعج. انا مش فاهم ليش كلكم في الاردن وفلسطين تلبسوا لكم درائم من السفينه، ما هذه بترجع لهذا، خذ مني. تنفس. افتح لهذا وامشي. امشي. هذا خالص بالمرة. شفت هيك ما شاء الله زي الحمار مشيتك سارة. سميرة روحي شوفي لي الاخبار، بلكي صرت رئيس وزراء وانا مش عارف. حاضر معليك. وهيك انت كمان طاعجة بس الواحد مستحي يحكي. احنا بنفكر اخواتنا الستات في الاعراس بتفكروهم بروحوا على الحمام بضلوا رايحات جايات بيستعملوا الحمام؟ لا بروحوا في الكزر يتنفسن. الله يخلي لك مرتك، ما شاء الله عليها وجهها بضوي ضوي، ما تقول اللي حفيته بورق قزاز، مش حاطه مكياج كثير، اصلا مش حاطه مكياج بالمره، الله يسعدك، حبيبي حبيبي. مين مرتي؟ امي يا رجل هاي يا زلمه، ان شاء الله الملكه اليزابيث، هي انا بدي نسبكم منك 50 ومن الحج 150، وشو ال 150؟ 50 بدك تبني قصر، خذ هاي الليره. معاشي شهر. هاي الليره. اعطيك. بيع حبيبنا حبيبنا، الله يسعدك، يسعد قلبك. يلا. يسعدك. الله يخلي لك اولادك ويحفظهم، الله يخلي لكم ابوكم، لير على الداير بحياه الله. يا زلمه هذول اخواني مش اولادي. يا عمي انا بدي نسيبك اولادك، اولاد عمك، اولاد خالك، لير على الداير يا حبيبي. تفضل. حبيب القلب يسعدك، يسعدك، يسعد روحك. ايه 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 تعال. لير على الداير. الله يرضى عليك يا حاج، ليره والله ما معي اكل، والله ما معي اكل يا حاج. والله يا بني ابني في المستشفى ما معي اجيب له دواء. خلاص كمل يا حاج، خذ. خذ هاي 10 ليرات تشتري له دواء. الله يكثر من امثالك يا بني. حبيبي الله يرضى عليك يا رب. حبيبنا نير على الداير بحياة الله. يلا نير على الداير. حبيب هلا هلا هلا. هلا. الوضع لوز قشطة، خلال ساعة صرت لامة 120 ليرة عن معاشي 25 يوم، أحسن من وزير. مين البرن علي؟ ألو. سلامة، شو الوضع؟ طمني. والله سيدي كله حكي فاضي، كلها إشاعات، علي النعمة من الصبح ما لميت غير ليرة ومزورة شكلها. معناته هذول كله حسد وغيره من الشحادين، لا هذا الحكي كذب. اسمع شوفني على اللايف، هني طالع اخرط على الفيسبوك، الله يشبعهم هالشيء. مع السلامه يا سيدي، مع السلامه. اضعنياته. جاهزين لي اللايف يا سميره؟ بدي اطلع اشيت على الناس على الفيسبوك اخرط عليهم. جاهز جاهز، ما هو 24 ساعه جاهز. تفضل. بعدين شوي منخاري طالع من الكاميرا، بعدين بعدين شوي منخاري. ها ها هاي احنا لايف. مساء الخير يا شباب، الوزير زهد ابو زير معكم، يسعد هالمساء يا شباب. الصوت بقطع، الصوت بقطع، لو تعملوا شيرات ببطل يقطع. هاي بلشت الشباب تدخل. الطائر الحزين، مساء الخير يا طائر، اعمل شير خليه يصير العدد اكبر. هاي اللبوه، اللبوه الحزينه، مساء الخير يا لبوه، هلا ومنورين. بلش يسبوا علي، بلش يسبوا علي. اسمعي الصوت بقطع يا شباب، الصوت بقطع. يسبوا علي، شلوا املي في المسبات، اقطع اللايف، شلوا املي، الصوت بقطع يا شباب. خلاص خلاص سكري سكري. اي خلاص خلاص، هاي طفيته. الناس كرهتك، خلاص عيفتني الوزاره، كرهت الوزاره لاجلك. انا مش لو ضليتني حلاها احسن لي. وهي الموبايل، هي الموبايل بدي اكسر عشان عمرك ما تطلع لايف. حبيتهاش منك يا سميره، عيب عليك اللي بتعمليه. مئة مرة حكيت لك وهيك ناسية، ناسية تفك الزر. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت في إيش
شو بتفكروا؟ بتفكروا البنات بالمسابح صوت الناعم؟ ولا واحدة في المسبح بتحكي لأنه فيش زر صوت الخشن هيك في المسبح بضلهم بس شفايف. شو بتفكروا الوزارة؟ الوزارة شوية كياسات ووزير في كفة وزير ويخليك بحياة الله ليرة على الدائرة بحياة أولادك بحياة الله والله أمي مكورنة وأبوي مفلوز بحياة ربك حبيب القلب خلص روح روح يا زلمة روح 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 ليرة على الدائرة ليرة حبيبي خلص روح هلا بدي أروح اجتماع مع رئيس الوزراء حسب البروتوكول لازم أسكر الزر ها عمل إلا تضل الطعج كيف أخلص من هالطعج ماني فاهم زي موظفين البنوك الشغلة تأكدت شو أنت فيش عندك لا شغلة ولا عمل إلا هالزر ما عليك بدك تدير بالك يا سلام ما عليك أنا جاي عندك أخذ إجازة يعني يوم يومين شهر شهرين يمكن اروح وما ارجعش مرتي كثير مريضه محل قولون نافق زي الكحول هو عجيب لي سيره الكولون ضرب معي في اجتماع مجلس الوزراء لاقول له ثاني يوم فرشاش 500 فتح طمرتهم طمر سلامه انا زي اخوك ايش انا جاهز لمرتك مرتك اختي والله مستوره يا معليك مستوره والله يا معاليك والله مستوره والله من امبارح الوضع تحسن الحمد لله خذ يا زلمه والله معاليك كان يعني مشاوي واشياء امبارح والله اللي زلمه كانت مشاوي كل شيء تمام والله تاخذ يا رب يا عمي معاليك كل شيء تمام والله حال خالص انا فيش وبيش والله ما حدا خالص غيره هذه كمعة سيجاره انت صدقت مصاري اسلم سلم اسلم يا سلم بل قادر يتنفس من هالزر يا ملونة بايو أسميرة اسمعي بدي مدد إجازتي مرتي توفت الله يرحم روحها بدنا 40 يوم عزا ولسه يا أختي إخوتها جايين من اليمن بدهم يمكن 6 أشهر لا يصلوا خدي مكاني واشبعي فيه يلا باي باي بدي أروح على رسم العزا يلا مشغول شوي يلا باي باي روحي حملي سميرة سميرة نعم جاهزين اللايف بدي اطلع هشة واخرط على الناس لا لايف ولا فايف تعديل وزاري صرت رئيس وزراء كنت شاكك ما انا قلت لي رئيس وزراء انت اسمك من اول الاسماء اللي طارت حبيبي حتى كاتبين توصية لا يعود وزير مدى الحياة ويمنع من ظهوره اللايف بتاتا اطلع من وجهي مدى الحياة تفضل تفضل وهي أحلى طاج طاجوني تنسوش الزر أمان بدك تخليني ازعل منك هيك مش شبك الزر هي بدي اشبك الاول والثاني وهي كمان وصاحب السحاب خدنا على البيت ليش بتحكي انا بدي اعمل هيبه لحالي يا حبيبي ولك انا شبعت من هجتك وكذبك وقرطك سنابات 24 ساعه ولايفات نقي التاكسي اللي بدك اياه وروح فيه وهي تعميم من دوله رئيس الوزراء شخصيا ممنوع تفوت السيارة مدى الحياة بدبر حالي إن شاء الله عندكم لحم في الدور ماشيين ب30-40 ليرة والله من الصبح ما نعمل غير 1000 أعطيني حبيبي سلم يديك يا حبيبي
خمس مرة واحدة الله هذا شغال ذهب. على كل من الوزارة أعطيني الارتين بس أوصل الدار أجر التاكسي. مش سامعك. خلاص روح روح جايك المساء. اطلع لي على رودينا جانيرو اطلع جهنم يا زلمة اطلع جهنم. شو هيك لبسة شلحة زي فستان أمينة رزق الله يرحمها في من يأكل الذئاب. طب فك الزر فكه وتنفس. كل اللي قعدتهم في الوزارة خمسة أيام أربعة منهن لايف لك 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 ولت وعجن وخرط يا خريط وخرط يا خريط وكل مسبات وانت مطنش. فك الزر وتنفس. عن عرضه هالجاكيت من يوم الطالع بدي أصير ألبس دشاديش. دشاديش ها؟ بعدين انت كل يوم رايح لي من الجامع للدار ومن الدار للجامع. ما حدا فهمك انه العمل عبادة؟ بدنا نوكل بدنا مصاري بدنا هام 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 هام. في وظيفة بتستناني. تستناك جايك يا سلامة. سلامة ولا مش سلامة؟ اليوم اخر نهار بتروح بمصاري. طيب تسهلي لبسيت لي فستان في عبده. والله في عبده استحت تلبسه. مش مستحية حالك صبغ شعرك. طب ليه ما تصبغ شعرها؟ هي مش بني آدمة يعني؟ هذا بظبط فيي بفكرني مرة. يا سلام يا سلام يا تعال تعال. مش الباشا ولا أنا غلطان؟ وضل فيها باشا يا سلامة بدنا نسترزق. حبيبي شارع هذا تقربش عليه محجوز عندي دورنك على شارع ثاني. انا بحبش ادخل على شغل غيري. انا في الشارع هذاك صح بضلني غاد للصبح. هذا هو اعطيها. انت اعطيها. الله يسهل عليك. الله يعلمكم شو الشهدة. اعطوني اعطوني الطفولي غسل وشك يا قمر بالصابوني والحاجه وينك يا قمر عم غسل وشي. لا لله روح طير يا سقع هذا المحل لي امشي. لله ابو علي شو يا زلمه ترك الوزاره صار تشحد. هلا ما عليك كيف حالك؟ لا ما هو كل الوزاره طالعه تشحد وقفت علي. بعدين هي مديره مكتبك السابقه شايفه وينها؟ هي مين سميره؟ سميره اه وفي غيرها مديره مكتبك. بعدين اسمع الاشاره اللي فوق تطلعش عليه نهائيا هذيك محجوزه لوزاره المواصلات. هذا اذا سيد رئيس الوزراء راح ياخذ كل الحرات وسته ثقيله. الله يسهل عليه. غينك يا قمر عم غسل وشي.